بنعود لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وقد ايه شهر رمضان الكريم والمناسبات الدينيه بتتحول لمناسبات عائليه، وبنكون سعداء جدا بافراد العائله اللي غايبين او مسافرين لما نلتقي بهم مره تانية. للاسف احيانا ممكن نكون كلنا عايشين في نفس البيت ولكن غرباء عن بعض، او ممكن نكون ما بنعرفش الكثير عن بعض، خصوصا في زمن التكنولوجي وان كل واحد بيتفرج على عالم خاص بي من خلال شاشة الموبايل. اسمحوا لنا النهاردة نتعلم ونحاول نعرف ازاي نجدد الحوار الأسري مرة تانية من خلال تجمعات شهر رمضان الكريم. بتشرفنا في هذه الفقرة للحوار دكتورة فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة، وبنرحب بحضرتك وبصبح عليك. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، وطبعا انت مش اول مره ان احنا نلتقي، وحوار حضرتك دايما الحقيقه يعني بنستمتع بيه. خليني اتكلم معاكي في البدايه عن الاسره المصريه، ازاي احنا ممكن نكون اتغيرنا، وازاي ممكن ناخد من ايام مباركه زي شهر رمضان الكريم فرصه للرجوع مره تانية للعادات الاسريه الجميله المصريه. بدايه كل عام والشعب المصري كله بخير، وحضرتك طيبه والفريق البرنامج كله بخير. طبعا معروف ان مش احنا لوحدنا، مش المجتمع العربي لوحده او مصر لوحدها، كل العالم اختلفت طباعه الاسريه والتفاعلات الاسريه، حصل فيها ركود من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وانشغال الناس بصوره مستمره. زاد على ذلك كمان التوسع في الاعلام والقنوات الاعلاميه اللي خلت كل شيء متاح في اي وقت. كنا زمان بنقعد نستنى المسلسل في ميعاد معين ووقت معين علشان نشوفه، دلوقتي بقينا في اي وقت تقدري تشوفي المسلسل، تقدري تشوفي البرنامج سواء بقى باعلانات او مش باعلانات، فالفرايتي بقت كتير جدا. صحيح كلام حضرتك مظبوط، لانه زمان كنا نتجمع العيله وعيله العيله عشان الفوازير مثلا او عشان مسلسل معين. صحيح، رأفت الهجان وكده. وكنا بنقعد نتعلم من المواقف الدرامية الموجودة، ردود فعل الأسرة المصرية والتمسك بالعادات والتقاليد والكلام ده كله. دلوقتي بقى على إطار العالم والعالم العربي تحديدا، لأن احنا الأكثر عادة وتمسك بتقاليد الأسرة والروابط الاجتماعية أكتر من أي شعوب أخرى. ده طبعا ما بقاش موجود نظرا للي قلت لحضرتك، ان كل واحد بقى مشغول بشغله، بعد كده على طول الموبايلات ووسائل التواصل. يعني ممكن الام تبعت لابنها في الاوضه اللي جنبها رساله عامل كذا علشان هي صوتها ما يطلعش وما تندهش عليه، مع ان ده كان بيعمل حراك وكان بيعمل هيبه للام ولما او الاب، ولما كان صوته بيتسمع في البيت كان بيبقى ليه كده مذاق خاص. دلوقتي بقى كله بالرسائل والفويس ميلز، الولاد بيبعتوا صحيني الساعه كذا واعمل لي الساعه كذا. زاد على كده موضوع الميديا انه كان بيلم الاسره، ما بقاش موجود لانه بقى متاح طول الوقت. لكن اعتقد ان فرصه شهر رمضان الوحيده ان في توحيد لمواعيد الطعام والصحيان الصبح الناس بتعمل ايه، كمان في فرصه ان الاسر تتلاقى لان بقى مواعيد الشغل محدده. صحيح. فالاول على مدار السنه كلها في ناس بتشتغل الصبح بعد الظهر، ناس عمل حاله من التنظيم، يعني في ميعاد للفطار، في تجمعات لعائلات، الصلاه. صحيح. للتوقيتات المعينه الناس بتتجمع فيها، حتى المباركات يمكن السنه دي اكتر بقت لايف، يمكن عشان خرجنا من أزمة كورونا. الناس الأول كانت مبهورة بالميديا إن إحنا بنبعت مباركات أونلاين وكده، لما جت كورونا على مدار 3 سنين حرمت الناس من الزيارات الاجتماعية. الناس يمكن حست بقيمتها، فبدأت السنة دي رغم الغلا وارتفاع الأسعار، لكن الناس بدأت ترجع في ود وعزومات. وصحيح صحيح، ورجعت تاني العادات المصرية في التوفير. بقى في مجال جديد للحوار، يعني بقى في صناعة بيتي، يعني الأول كان كله ديليفري وكده، لا بقت في أسرة حقيقية ليها بصمة خاصة، وكمان عودة الدراما الاجتماعية ودراما الأطفال وبرامج الأطفال يمكن ساهمت في رجوع الأسرة المصرية
إلى مائدة واحدة حتى على قنوات الشاشات التلفزيون المختلفة سواء الخاصة أو العامة أو الوثائقية أو غيرها. فبقى في مادة جديدة للحوار بين الأسرة، وإحنا شفنا في الفقرة السابقة إن في أسرة من خلال الحوار بينهم وبين بعض الأب بيبتدي يكتشف مواهب ولاده، بيبقى فيه لغة مشتركة. حضرتك كمان أشرتي إلى لغة العيون ولغة التواصل بالنظرة، دي كانت منعدمة في المرحلة اللي ودي فاتت. مستحيل تتحقق لو ما فيش تواصل يومي. يعني التواصل على الإطار البشري أو الإنساني إذا ما كانش ده موجود ما كانش هيبقى هذا التناغم ده. صحيح. ما أنا الحقيقة اتخذتها فرصة لنقلة لفقرتنا، لأنه فقرتنا أعتقد أنها مهمة يعني بترسخ لقيم مش عايزين ننساها. إحنا شعب عاطفي بيميل دايما للأسرة والدفع العائلي وهكذا، ودي مهمة. خليني أتكلم مع حضرتك على نقطة أشرت إليها وفكرة الدراما. قد إيه إحنا كشعوب عاطفية أو يعني جزء كبير ممكن يكون ثقافته سمعية، مهم جدا الاختيار ما يعرض في الشهر الكريم، ليس فقط لاعتبارات دينية وإنما كمان لاعتبارات اجتماعية، لأنه زي ما حضرتك بتقولي بتبقى نسبة المشاهدة أعلى، الناس متجمعة في البيوت أكتر. إزاي الأفكار اللي بتطرح من خلال هذه الأعمال الدرامية بتؤثر وبتؤثر لأجيال؟ الحقيقة هي الأفكار هتيجي على إطارين أو صعيدين. صعيد الأول كتاب الدراما. كتاب الدراما أعتقد بما أن الدراما بقت أصبحت تجارية وبتجيب إعلانات وبتجيب تمويل عشان يتصرف عليها، فأصبح الاهتمام بيها أعلى. الاهتمام ده جاي من ردود فعل الناس اللي بيظهر بعد أول 7 حلقات. يعني دايما معيار النقدي بنقول في ناس بتعمل حملات لتقييم الأعمال من أول حلقة، ده خطأ درامي، لأن معروف أن الأعمال الدرامية بتكون يا إما 15 حلقة يا إما 30. السباعيات مش منتشرة قوي في فترة رمضان، بتبقى دايما الالتزام بالحلقات يا 15 يا 30، فالمنطقي انك تقيمي بعد 7 حلقات. على الاقل بيكون في 80% من الشخصيات ظهرت والخط الدرامي الاساسي للعمل بيكون ظهر، والمحور بتاع الحوار بيكون ظهر، والقضية الاساسية للمسلسل بتكون ظهرت، فبالتالي بيتسنى ليك ان انت تقدري تحكمي. المعيار ده يمكن اللي خلاه منقح وبقى بصورة جيدة جدا مهرجانات اللي بتحصل للدراما. مهرجانات الدراما والفوتينج اللي بتحصل والتصويت على أفضل عمل درامي وأفضل ممثل وأفضل سيناريو وأفضل حوار، دي اللي عملت تنقيح ذاتي للمجتمع، خلت المجتمع عنصر أساسي في التقييم. وهنا ما لغت فكرة انه الجمهور عايز كده، الجمهور ابتدى يعلن هو عايز ايه فعلا. بالظبط. فاصبح الخوف من رد فعل الجمهور لان هو المعيار الاول في التقييم ومن ثم التمويل لهذه الاعمال من خلال الاعلانات. فحتى نسبة المشاهدات ما بقتش نسبة مشاهدات على الشاشة، بقت نسبة مشاهدات على قنوات التواصل الاجتماعي ومشاهدات المنصات الخاصة بعدد المشاهدات وعدد الترافيك اللي موجود على المسلسل او العمل الدرامي. ده ادى معيار حقيقي للمجتمع المصري في اختياراته، ومن ثم المجتمع المصري هو من يقدم المعيار المجتمعي للمجتمعات العربية ككل، لأن ما زالت مصر تتربع على عرش الريادة في الدراما، خصوصا بعد أن تجاوزت الكبوة اللي كانت في ال3 سنوات الأخيرة في إنتاج الأعمال نتيجة كورونا وضعف الإنتاج وضعف العملية الاقتصادية كلها تأثرت على مستوى الدراما في كل الدول العربية. لكن مصر الدولة الوحيدة اللي استطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة واستطاعت أنها تقدم دراما وتفتتح قنوات كمان جديدة. صحيح. وتكون مصدر للتوثيق ورجعت كمان المهم جدا هذا العام لعلامة فارقة، دراما الأطفال، الدراما الاجتماعية الممتدة من المجتمع المصري والشخصيات المصرية بعد أن غصنا في سنوات من التغريب واختيار شخصيات مش مننا
وهويات مختلفة عن الشعب المصري والطفل المصري، فجعلت لغة الحوار كانت لغة مش مصرية مش عربية مش عاداتنا مش تقاليدنا، كان فيها عنف كتير جدا. لا، وفكرة ان يكون فيه شخصيات بتتكلم اللهجة المصرية دي مهمة، لانه حتى الاعمال المدبلجة مدبلجة يعني صوت غير مصري لهجة مش مصرية، فتلاقي الاطفال بيحتاروا يعني. لا، وكمان التزام بعض الاعمال الدرامية للاطفال ومسلسلات الكرتون باللهجات المتنوعة في المحافظات، وهي الأقرب إلى لهجات الدول العربية. صحيح. يعني فأصبحت أقرب لهم، فبقت اللغة العربية قاعدتها أوسع، مش اللغة العامية المصرية فقط. صح. الدارجة في المحافظات الكبرى الرئيسية في مصر، لكن لا، في محافظات الصعيد وغيرها ومحافظات الجنوب، فبالتالي قربت بيننا وبين الدول العربية كتير. صحيح. وبعدين يعني كمان اللهجة المصرية لهجة معروفة في العالم العربي كله، ما يلاقوش صعوبة ان هم يسمعونا، فدي برضو نقطة الحقيقة لما جاءت بسبب برضو الأعمال الدرامية والقوة الناعمة المصرية. يعني أقول لحضرتك إن أي دولة بروحها حتى لو كان دولة فيها عنصر التغريب زي أو الفرانكو أراب زي تونس المغرب الجزائر، كل دول بيستقبلوكي بلهجتك المصرية ويقولولك احنا تعلمنا العربي من الدراما بتاعتكم، مش عندكم دي يعني كذا يعني. يقولك يعني عندكم دي يعني كذا، فهم عاملين قاموس موازي للهجة العامية بين لهجة مصر ولهجة باقي الدول. مهم كمان التنوع في الأعمال الدرامية، يعني دايما الدراما بتمشي في مودات، مرة نلاقي ان هي مثلا بتتكلم عن قضايا المخدرات في زمن ما، بعدين البلطجة، بعدين القيم العائلية في حقبة كانت بتتميز الحقيقة بالفترة دي. النهاردة بقى عندنا تنوع، يعني هنلاقي في أعمال في الحارة الشعبية، هنلاقي في أعمال في يعني طبقة مختلفة، هنلاقي في أعمال وطنية وبتحفز على أو بتحث على الانتماء. ازاي حاجة بتشوفي هذا التنوع بين كوميدي وكرتون وشعبي ووطني، ازاي بتشوفي كل ده؟ يعني هرجع تاني للنقطة اللي اقول لحضرتك، احنا المعيار الاساسي واحنا اللي نعمل فلتريشن لكل شيء. يعني لما مع توسع ساعات البث وتوسع عدد القنوات وطلب متزايد على الانتاج لملء ساعات البث الموجودة في القنوات المختلفة وامتداد ساعات البث ل 24 ساعة، فبقى أصبح في طلب كتير على الدراما. حضرتك أشرتي إن كان في الدراما اللي تناولت أعمال المخدرات أو البلطجة أو كده، كل دي ترمومتر موجودة على مدار كل العصور. يعني حتى كان في حوار لسه مجتمعي قريب على فريد شوقي الفنان الكبير، انه قدم قضايا متنوعة ابتداء من ملك الترسو الى تغيير قوانين المجتمع وخلافه. ده سيستم او نظام ماشي في كل العالم، ان طرح القضايا المختلفة لتناسب جميع الطبقات الموجودة في المجتمعات، ثم يظل المعيار أو الفاصل الأساسي هو تقبل الجمهور له. ولكن أتحداك أن تكون حتى وإن ظهرت بعض أعمال البلطجة هي موجودة في كل العالم، يعني ما فيش عالم ما فيهوش تعدي على حقوق. مفهوم البلطجة هو إيه؟ هو اختراق القانون والتعدي على حقوق الآخر. صحيح. دي موجودة في كل المجتمعات العالم الأوروبية والعربية، ولكن طريقة التناول اختلفت، ومعيار ما يعرض على المشاهد من عنف اختلف، لأن أصبح في معيار في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأصبح في معايير ثابتة، ولأن كمان المواطنين لفظوا هذا النوع بالضبط، والمجتمع نفسه لفظ ده، وكذلك مراكز البحوث الاجتماعية والجنائية رصدت تأثير الدراما. صحيح. على المجتمعات المختلفة ومعدلات الجريمة ومعدلات تعاطي المخدرات، ومن هنا أنشئ المرصد اللي بيقول في كم مشهد تناولوا فيه سجاير وكم مشهد فيه تناول
تناول المخدرات، وكان مشهد عري، وكان مشهد رأس، أو كان مشهد مخالف لقواعد المجتمع. ومن ثم المجتمع هو اللي حط هذا المعيار ليتقبل العمل أو يلفظه. صحيح. وبالتالي أصبح لنا معايير سبقنا بها كل الدول العربية. دي الحقيقة غاية في الأهمية، لأن أنا بفتكر كويس قوي لما يتقال أصل الجمهور عايز كده، أصل ده الترند، أصل ده اللي بيكسب النهاردة أو بيحصد إعلانات. فوجئت بفيلم الممر إنه إزاي السن الصغير كمان تابعه، وتابعه بمنتهى الشغف، وبان ده في أثناء عرضه على شاشات التلفزيون وتجمع الشباب والأطفال على المقاهي، تابعه ملحمة رائعة. وإحنا الحقيقة عندنا ملاحم جميلة، إذا كان ملاحم للشرطة والجيش، إذا كان ملاحم لسيدات رائدات، إذا كان ملاحم لقوة الثقافة المختزنة بداخل المصري بشكل عام. إزاي حضرتك بتشوفي يعني هذا التغيير أو هذه النقطة في وعينا، لأنه الشباب والأطفال بيتابعوا بقوة الأعمال الجيدة؟ والله أنا يعني أعزي ده وأرجعه إلى نجاح مراكز البحوث والدراسات اللي بيقوم بيها المراكز البحثية والمجتمعية في رصد حقيقي للواقع، كذلك تحفيز الجهات المعنية في طرح جوائز للأعمال الفائزة. تأثير ده إنه الناس رصدت العنف ده بيبقى نتيجته ايه، وبالتالي كيفية علاجه ازاي. رصدوا ان الاطفال والشباب عندهم طاقة، الطاقة دي عاوزين يطلعوها في اعمال هم احنا بنسميها او احنا شايفينها انها عنف، لكن هم عاوزين يطلعوا طاقة جسدية وطاقة بدنية، يطلعوا بيها طاقتهم ويلموا يعني يلفتوا يجذبوا بيها الانتباه. التقطت هذه النقطة الدراما المصرية، فوجهت هذا العنف أو هذه الطاقة البدنية إلى وجود قدوة يقتدي بيها، بدل ما يقدموا نماذج من البلطجة أو من العنف، أو بدل ما يبقى عندنا أبطال غربيين، يعني بقى عندنا أبطال من أبناء بلدنا يحتذى بهم. هو بدل ما أنت عاوز تعمل رياضة، طب ما تشوف الضباط بيتدربوا إزاي وبيبذلوا جهد إزاي، فبالتالي أنت تقدر تنمي قوتك الجسدية. ظهر بالتوازي فتح جميع مراكز الشباب لاستيعاب الشباب، فتح منافذ للتنفس والحوار المجتمعي زي المكان اللي احنا قاعدين فيه، ممشى أهل مصر، فأصبح في منافذ لاستخراج الطاقة بصورة إيجابية، سواء أن أنت تشوف قدوة تقلدها. وبرضو خدي بالك القوة الجسدية موجودة في تدريبات الضباط وفي الهجمات اللي بيعملوها على أوكار الإرهابيين وخلافه، فأصبح الطفل بدل ما هو أقصى طموحه أن يعمل خناقة مع واحد في الشارع، أصبح دلوقتي طموحه أن يروح يتدرب فيتنس ويعمل بادي بيلدينج ليه عشان يدخل كلية عسكرية، علشان لقى أن دي إحدى المقومات اللي بتبقى لرجال الشرطة ورجال الجيش أو الناس المحترمة النماذج المشرفة اللي موجودة في المجتمع، فهو عاوز يكون زيهم. فأصبحنا عندنا نموذج آخر للشباب، وعندنا طاقات استيعابية كتير، وده اللي نمى وعي المجتمع ونمى وعي الأسرة. يعني دلوقتي ممكن تلاقي سيدة بسيطة جدا قاعدة في السوق يعني بتبيع وتشتري، وتلاقيها تقولك ابني عنده تمرين. طبعا حتى في الساحات الشعبية. صحيح. يعني عملوا لا ومراكز الشباب وتوصلوا صحيح، يعني حتى القرى الصغيرة بقى في مراكز شباب، في بيوت شباب صغيرة، وفي ساحات شعبية مفتوحة بين العمارات، كمان المناطق الجديدة اللي اتفتحت دي نقطة مهمة جدا الحقيقة. ويعني نقل العشوائيات، ما بقاش في عشوائيات. صحيح. لا المجتمع اتغير، وفي اهتمام بالمرأة بشكل كبير. أكيد. والمرأة الحقيقة مؤثرة زي ما حضرتك قلتي، عايزين نعمل حلقات عن المرأة ودورها وتناول الدراما للمرأة المصرية. أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة، استمتعت بحوارك كالعادة. بنشكر دكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة، بشكرك على وجودك معنا النهاردة، ودي كانت حلقتنا من بنصبح عليك من على مكان جميل ممشى أهل مصر. بنلقاكم على ألف خير، ودائما وأبدا تحيا مصر. شكرا وإلى اللقاء.